اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده فقره تعليميه، ازاي نعلم ولادنا يخشوا المطبخ يعملوا الحاجات اللي هم بيحبوها حتى لو كان بنشتريها من بره. يعني ممكن نكونوا خارجين خارجه حلوه بنتفسح واخدين ولادنا بنعشيهم بره، والله يا ماما انا بحب اكل البيتزا المحشيه اطرافها جبنه، تعالي يا ابني تعالي يا بنتي نخش المطبخ وتعالوا نعملها صح. ويبقى الشيف المغازي اول حد علمك تعملي البيتزا او تعملي عجينه البان كيك او تعملي اطباق الاومليت المختلفه لاول مره على شاشه القناه الاولى. ايه رايكم النهارده؟ فتعالوا مع بعض النهارده نتابع الحلقه من البدايه. هنعمل بيتزا محشيه اطرافها جبنه بحشوات مختلفه، اذا كان لحمه او فراخ او سوسيز او هوت دوج زي ما احنا عايزين. معانا النهارده عجينه البان كيك، هنعملها بالشوكولا ونعملها بالايس كريم حسب الرغبه، وفي محلات كتيره اساسها طبعا هي عجينه البان كيك ولكن بحشوات مختلفه. وبتلاقوا بقى خارجين عايزين ناكل البان كيك النهارده بالشوكولا بالايس كريم بالفراوله. اهم حاجه تعملي العجينه صح، ونفس الموضوع اهم حاجه تعملي عجينه البيتزا صح. اما بالنسبه لعمايل البيض بقى الصبح بالذات والفطار الاساسي بتاعنا مع طبق الفول، وانا بنصح بيه طبعا لان البيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني ومتعدد الاصناف والاطعمه، يعني ممكن ناكله بالجبنه، ناكله بالخضار، ناكله باللحمه المفرومه، ناكله اومليت كده بسيط وسهل بالزبده والثوم زي ما احنا عايزين. فانا النهارده برضو هشرح ازاي نعمل اطباق اومليت كتير وما يبقاش محروق منك ولا لازق في الطاسه، وفي نفس الوقت يبقى طري معاكي حتى لو بقيتي تسخنيه بعد شويه، اكلنا ابني جه بعد كده وانا ريحت شويه وعايز اكل تاني مفيش اي مشكله، لان معانا مشكله مع طبق البيض لما بيبرد ونرجع نسخنه بيجلد. فانا الموضوع ده هخرجكم من النهارده ازاي تسخن الاومليت ويبقى طري في نفس الوقت. حلقه النهارده حلقه تعليميه، وازاي تعلمي اولادك وازاي الحاجه اللي بيحبوها ياكلوها بره تيجي البيت تعمليها صح. فعنوان الحلقه تعالوا نعملها صح، او تعالوا نعملها في بيوتنا، او هتروحوا بقيت تابعوني بعد الفاصل. تعالوا وانا شغال كده نعمل مع بعض لغايه لما وقتنا يخلص، عشان كده سبت عمايل الاومليت للاخر. نعمل لنا مع بعض كذا طبق من الاومليت واحنا شغالين. مقاديره على الشاشه، مقادير اطباق الاومليت على الشاشه كالاتي. معانا كميه من البيض، حلو الكلام. هنا النار بقى عايزها شديده مفيش اي مشكله، دي ما تقلقناش بحاجه اهو. وبالحشوات المختلفه بتعملي ايه؟ بتجيبي اطباق صغيره كده الاكسسوارات بتاعه المطبخ، وتجيبي فلفل الوان تقطعيه مكعبات صغيره، وتخلي الحاجات دي في الثلاجه. يعني مش هصحى الصبح اعمل فطار لاولادي اقعد في المطبخ ساعه وساعتين وثلاثه، لا ده مفيش خمس دقايق لو عندك المزمبلاس ده جاهز في الثلاجه. تشكيله من الخضار، بقدونس ناعم، شويه روزماري، شويه ريحان اخضر زي الفل. انا بس بظبط النار كده علشان نعمل كذا طبق مع بعض واحنا شغالين. حلو الكلام زي الفل. اول حاجه هعملها بنضرب لنا شوية اومليت كده واحنا شغالين مع بعض. انا هنعمل واحد ولا اتنين مع بعض ان شاء الله دلوقتي باذن الله واحنا شغالين. اه بجيب بولة صغيرة كده، اه هي دي، ولكن جبت البيض من التلاجة لازم طبعا يطلع من التلاجة قبل استخدامه بعشر دقايق بالشكل ده كده، ويفضل انك تكسري كل بيضة على حدة علشان مفيش بيضة بايظة تبوظ لك الكمية. حلو الكلام اهو، دول كفاية. هنعمل واحد ولا اتنين وتعالي مع بعض نشوف ايه التركاية وايه الزفارة اللي بتكشفها في عمايل البيض واحنا بناكل. حاجتين تشيلك الزفارة من البيض، الفلفل الاسود والزعتر. طالما بتعملي بيض اومليت الموضوع مش هيكلفك حاجة من الوقت، اه زعتر وفلفل اسود. ادي الزعتر، ادي الفلفل الاسود، وادي الزعتر، ده الاساس. اه نحط الملح بتاعنا ونخفض دول مع بعض. اه عايزه تعملي بقى بالزيتون ماشي، بالجبنه ماشي، بالفليفله الملونه ماشي، بس الكلام ده ازاي واحنا شغالين مع بعض. اه اه التركيه بتاعت الشيف المغازي بقى اللي هتعجبك قوي على فكره، انك تحطي شويه حليب مع البيض وانت بتخفقيه. ركز معايا في الموضوع ده مهم جدا. اه حلو قوي، عشان يديكي طبق بيض اومليت مع علاية دقيق مع البيض والحليب. اه حلو الكلام. ماشي، مش لازم دقيق، ما لقيتش الدقيق نضرب دول كلهم مع بعض. اه حلو الكلام. اه
عايزينه بالزبده، بالزيت، بالسمنه البلدي، زي ما انت عايزه. معانا زبده من البدايه كانت معانا. شويه زبده بالشكل ده كده، وهنا شويه زبده. حلو. ونوزع بالشكل ده كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده. قول لي عايزه بالايه؟ عندنا سجق، عندنا سجق. حط السجق بقلبها كده. حلو. عايزينها بالخضار، نحط خضار في قلبيها زي البيتزا كده. فلفله ملونه بالشكل ده برضو. بقدونس ناعم. لو سالتوني انا من الناس اللي مش بيحب البصل مع الاومليت، بيبقى البصل ني كده ومش بستظرفه، اما اذا مستوي يبقى لطيف وحلو. عايزين نحط جبنه، نحط جبنه بالشكل ده كده. زي الفل. شويه الزبده التمام هنا. اللهم صل على النبي. تاني مره كمان. طبق بيت سريع وزي الفل، مش هياخد منك وقت كبير. خلص الطبق بالشكل ده كده. هتقول لي يا شيف وغازي وانا زيك؟ حرام عليك، انا مش هقلبه زي. ما خدش مني وقت. طريقه تانيه سهله للمبتدئين في المطبخ. معلقه زبده صغيره برضو كده، ونحط البيض بالشكل ده كده. مش لازم تقلبيه زي. قلل الكميه. النظافه يا عم الشيف، عشان كده سيبنا ان احنا نعمل الاومليت للاخر. واحنا شغالين ده خلاص جاهز. بالشكل ده كده. عينيا. حاضر حاضر يا غالي حبيبي، والله العظيم يا شفيق عايش معايا الحكايه. هي المشكلة في النار. عينيا. حاضر، اعتبريني اهو. خلاص اهو بالشكل ده كده. في طريقة تانية، ممكن الأطباق دي تخش النار، تخش الفرن يعني بالشكل ده كده. يلا يلا يا عم الشيف، يلا يا عم. اللهم صل على النبي. ونفس القصة اهو. ده أنا عايزه بقى بالإيه؟ بالفلفل الملون. طريقة سهلة خالص اهو بالشكل ده كده. تغطيه بطبق، مش عايزه تقلبيه، غطي الاومليت وهو على النار بطبق، يطلع معاك زي الفل، استوى من تحت زي فوق. بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. زي الفل. الفكره كلها ازاي تخش المطبخ تعملي اطباق سهله وبسيطه، بس الدنيا كلها تبقى واسعه معاكي ومفيش اطفال حواليك صغيرين. بالشكل ده كده. يلا ده طبق كمان. هنا. حلو. نفس القصه ده كده. نرفع ده كده. يلا. الله. مع العيش المحمص او العيش توست المقرمش في الفرن مفيش مشكله حسب الرغبه. حاضر عينيا. حلقتنا النهارده تدريبيه، فقره تعليميه لاطفالنا الحلوين اللي بيحبوا المطبخ، حابين يخشوا مع مامي، يخشوا مع بابا، اللي بيحب المطبخ يخش. اهم حاجه ان احنا بنكون بنحب المطبخ، بناكل حاجه بره بتعجبنا، ازاي نروح على البيت نعملها بطريقه سهله وبسيطه. وانا من رايي دايما زي ما قلت في بدايه الحلقه، خلي لك انت التركايه بتاعتك والتست بتاعك والفليفر بتاعك اللي هو يميزك عن اللي بره، زي ما انا عملت النهارده. بيتزا محشيه الاطراف جبنه، عجينه البان كيك بحشوات مختلفه، ممكن تحط ايس كريم شوكولاته، ايس كريم فانيليا غير المانجا. عملنا طبعا اطباق من الاومليت مختلفه، ولو عندنا طبعا وقت هنعمل كذا طبق مفيش اي مشكله. يعني نقول مع بعض مع بدايه اسبوع سعاده وهنا من برنامجنا شير اكله امي، رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.